قالت مصادر في اتحاد الكرة إن اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني قد توصلت إلى اتفاق شبه نهائي مع إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري لتولي المسؤولية خلفا للمكسيكي خافيير أجري. وسائل إعلام أكدت أن جلال اتفق على الجهاز المعاون له، حيث سيكون ضمن الجهاز عبد الظاهر السقا كمدرب عام، ومحمد شوقي مدرب، ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى، فيما اشترط اتحاد الكرة التوقيع مع الجهاز الفني لمدة عام واحد فقط على أن يتم تقييم الموقف حسب النتائج. مصادر صحفية قالت إن الجبلاوي وافقت على منح إيهاب جلال راتب شهري قدره نصف مليون جنيه بخلاف المكافآت حال التتويج بالبطولات، فيما كشفت المصادر أن عماد متعب بات الأقرب لشغل منصب مدير الكرة بالمنتخب بعد منافسة مع أحمد حسن على المنصب. على الجانب الآخر، أبدى سمير حلبية رئيس النادي المصري تمسكه بإيهاب جلال بسبب ضيق الوقت وصعوبة إيجاد بديل له في الوقت الحالي، قائلا في تصريحات غاضبة نقلها موقع في الجول: رجاء اتركوا الرجل يعمل في هدوء مع الفريق. عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري كان أكثر حدة، حيث أكد أن النادي أغلق ملف رحيل إيهاب جلال بصورة نهائية بسبب دخول الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمباراته في الدوري المصري، وبعدها سيخوض مباراة قارية في الكونفدرالية الإفريقية. حلبية أضاف في تصريحات لموقع يلا كورة: في حالة اختيار جلال ليكون مديرا فنيا للمنتخب، فنحن ليس لدينا الوقت لاختيار بديل، ونحن لدينا ارتباطات فنية ومالية، نحن هنا نتحدث عن مال عام. شاركونا بالرأي، ما رأيكم في تشكيل الجهاز الفني للمنتخب؟